الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، إزيكم يا شباب؟ معكم مستر محمد عبده، مدرس مادة العلوم من مدارس المحافظة الخاصة. هنراجع مع بعض بقى الجزء الثالث والأخير من المراجعة بتاعة شهر إبريل بتاعنا. يلا بينا نبتدي مع بعض. بيقول لي من فوائد الاحتكاك، فوائد مش أضرار. تآكل أجزاء الآلة ده أضرار، ارتفاع درجة الحرارة ده أضرار، إهدار الأموال أضرار، منع انزلاق الأقدام أثناء السير دي طبعا من ضمن فوائده. طيب يتم تشحين تروس الدراجة بغرض، أكيد بغرض تقليل الاحتكاك. طيب اندفاع الركاب عكس اتجاه الحركة الفجائية للسيارة يكون نتيجة لقوة، اندفاع الركاب عكس الاتجاه بشكل مفاجئ بيكون اكيد بالتاكيد بسبب قوه الكسور الذاتي. طيب يلا بينا. بيقول لي في الحركه الدوريه، طيب في الحركه الدوريه شيء متكرر قلنا، يعني يتكرر مين بانتظام؟ تتكرر الحركه بانتظام. يبقى الجمله المناسبه ان انا اقول ايه؟ في الحركه الدوريه تتكرر الحركه بانتظام وعلى فترات زمنيه متساويه. طيب ماشي. يقول لي كل مما يلي حركات دورية، كل مما يلي حركات دورية، حركة المروحة ولا حركة بندول الساعة ولا حركة قطار ولا حركة نبات تتبع دوار الشمس. طبعا المروحة وبندول الساعة ودوار الشمس هم فعلا حركات دورية، حركة القطار دي حركة انتقالية. طيب كل الحركات التالية حركات دورية برضك. بيقول لي ما عدا، انا اسف السؤال ده متكرر، لا اختيارات مختلفه عفوا، حركه المروحه، حركه بندول الساعه، حركه المقذوفات ولا موجات الضوء. طيب يبقى احنا كلنا عارفين ان حركه المقذوفات من الحركات الانتقاليه. طيب ماشي. كل ما يلي موجات كهرومغناطيسيه ما عدا الاشعه تحت الحمراء، الضوء المنظور، موجات الصوت، الاشعه فوق البنفسجيه، بالتاكيد موجات الصوت من الموجات الميكانيكيه. طيب من تطبيقات الأشعة فوق البنفسجية تصوير العظام، لا أجهزة الرؤية الليلية برضو، لا تصوير العظام، الأشعة إكس، الأشعة السينية، أجهزة الرؤية الليلية، أشعة تحت حمراء، اكتشاف بعض الأورام برضك، لا لا تعقيم حجرات العمليات الجراحية من اختصاص الأشعة فوق البنفسجية. طيب أي مما يلي لا يعتبر موجات كهرومغناطيسية برضك؟ طبعا هختار على طول موجات الصوت. طيب مسألة الحركة أو السرعة النسبية، يتحرك قطارين في اتجاهين متضادين، بس كده خلاص في اتجاهين متضادين، يبقى أكيد أكيد أنا هعمل إيه؟ هعمل مجموع السرعتين اللي هيدوهم لي على شريطين متوازيين. فإذا كانت سرعة القطار الأول 50 كم/ساعة وسرعة القطار الثاني 70 كم/ساعة، تكون سرعة القطار الأول كما يلاحظها ركاب القطار الثاني. تمام، يبقى انا هعمل ايه في السرعتين؟ هقول 70 + 50، بما ان الاثنين ماشيين في عكس الاتجاه، السرعه النسبيه اكبر من السرعه الفعليه، يبقى هتبقى كام؟ 120 كم/ساعة. طيب يتحرك قطاران في اتجاه واحد المره دي، الاثنين في نفس الاتجاه على شريطين متوازيين، فاذا كانت سرعه القطار الاول 50 كم/ساعة وسرعه القطار الثاني 70 كم/ساعة، تكون سرعه القطار الثاني كما يلاحظها ركاب القطار الاول. يبقى القطار الاول هم ايه؟ سرعه مراقب. يبقى طالما في نفس الاتجاه السرعه النسبيه بتساوي ايه؟ السرعه الفعليه ناقص سرعه المراقب. القطار الثاني هو الفعليه 70 ناقص المراقب 50، تطلع معايا ب 20. طيب تتحرك سيارتان في نفس الاتجاه مع بعض وبسرعه 100 كم، هما الاثنين ب 100 كيلو، فتكون سرعه السياره الثانيه كما يلاحظها سائق السياره الاولى، بيكون الجسم ساكن، يعني 100 ناقص 100 بتبقى 0. طيب اللي في نفس الاتجاه نركز، ها، عندما يبدا القطار حركته تمام، فانك تشعر ان رصيف المحطه، طالما القطر بيتحرك للامام يبقى انت بتلاحظ ان الاشياء ساعتها مالها بتتحرك للخلف، والعكس لو القطار بيتحرك للخلف هتحس ان الجسم الساكن بيتحرك للامام. طيب ماشي. فبيقول لي عندما تجلس في سياره متوقفه تمام، فانك تشعر انها نقط عندما تتحرك السياره التي بجوارك للخلف. تاني، انت في سياره ايه؟ متوقفه، السيارة هتتحرك بجواري للخلف، يبقى انا ساعتها بشعر ان انا في السيارة المتوقفة ان انا بتحرك للامام، الاثنين عكس بعض دايما. تعتبر حركة بندول الساعة، حركة البندول هي حركة دورية بتتكرر،
اهتزازية برضك صح، لأنها بتتكرر على جانبين موضع سكنها وقلناها مع بعض. انتقالية لا، يبقى الصح هي الأولى والثانية، ألف وب معا. طيب تعتبر حركة الإلكترونات حول النواة حركة اهتزازية أم دائرية أم انتقالية أم موجية؟ لا، هي في العكس حركة دائرية زي حركة القمر حول الأرض. من أمثلة الآلات الموسيقية الهوائية: العود، القطار، القانون، المزمار. بالتأكيد الهوائية هو المزمار. موجات نقط: من أمثلة الموجات الميكانيكية، الموجات الميكانيكية الضوء لا، اللاسلكي لا، الصوت الراديو لا، لأن الثلاثة التانيين موجات كهرومغناطيسية، الصوت هو الوحيد اللي موجة ميكانيكية. حركة أمواج الصوت والضوء، أمواج الصوت والضوء بيصنفوا هما الاثنين كحركة موجية، كحركة موجية. كل ما يأتي من أمثلة الموجات الكهرومغناطيسية بالتأكيد ما عدا موجات الصوت. يتخاطب رواد الفضاء على سطح القمر عن طريق أي شيء موجات كهرومغناطيسية هيحصل فيها تخاطب. موجات الراديو تمام، لأنها تستطيع الانتشار في الفراغ. موجات الصوت غلط، لأنها لا تستطيع الانتشار في الفراغ الطبيعي. موجات اللاسلكي يقدر، يبقى الأولى والتالتة صح، ألف وجيم معا. طيب سرعات موجات الأشعة السينية في الفراغ نقط سرعات موجات الأشعة تحت الحمراء. انتوا الاثنين موجات كهرومغناطيسية، انتوا الاثنين قد بعض، سرعتهم متساوية. انما بقى لو كان كهرومغناطيسية وميكانيكية هنا الحسبة تختلف. طيب لان الموجات الميكانيكية اقل بكثير من الموجات الكهرومغناطيسية لانهم اسرع، لكن الاثنين اللي قدامي دول كانوا كهرومغناطيسية، فالاثنين متساويين. النسبة بين السرعة النسبية للجسم وسرعته الفعلية بالنسبة لمراقب ساكن. طب ما هو في حالة المراقب ساكن السرعة النسبية بتساوي السرعة الفعلية، يعني انت كمراقب لو شايف ان هو ماشي بسرعة 50 فسرعته النسبية تبقى 50، يعني لو قسمنا النسبتين 50 ل 50 يعني 1 ل 1 السرعة المراقب ساكن. طيب من أمثلة الحركة الاهتزازية، حركة بالتأكيد هي بندول الساعة. تعتبر حركة القطار من أمثلة الحركات الانتقالية، لها موضع بداية وموضع نهاية. عندما تتحرك سيارتان بنفس السرعة وفي نفس الاتجاه تكون سيارة السرعة الثانية كما يلاحظها راكب السيارة الأولى ثواني، هم بيتحركوا بنفس السرعة وبنفس الاتجاه تمام، فبالتأكيد الجسم هيشوفه ساكن كأنه ما بيتحركش، يبقى السرعة هتكون بصفر. من أمثلة الآلات الموسيقية الوترية بالتأكيد مش الناي أو المزمار، هو بالتأكيد الكمان لأن دول هوائية. تستخدم الأشعة نقط لتعقيم حجرات العمليات الجراحية، كلنا عارفين بيعقم هي الأشعة فوق الأنسجين. تستخدم أشعة نقط في اكتشاف وعلاج الأمراض، قلنا الأشعة اللي بتستخدم في اكتشاف وعلاج الأمراض هي أشعة جاما. طيب وبكده نكون انتهينا الحمد لله من مراجعة شهر أبريل. ربنا يوفقكم ونشوفكم في الشهر القادم بإذن الله. شكرا جزيلا لكم.